سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيا. نتمنى يا ربي تكونوا بخير. نشكر كاع البنات اللي دخلوا عندي جداد في القناه ديالي، مرحبا بهم، خلاو لي كومونتيرات زوينين، شكرا لكم بزاف. اليوم نوجد معكم كرواسه على شكل ملوي، كتجي زوينه وسهله طري كتوجد. ندوزو للمقادير. عندنا نص كيلو ديال الدقيق الفورص، دقيق مزيان، كيساوي 5 الكيسان ديال العنبة. نص كيلو. عندي معلقة ديال الخميرة، جوج معالق ديال الزبدة دايبين، بيضة، 5 المعالق ديال السكر سنيدة، ومعلقة صغيرة ديال الفاني، والماء دافي باش غنعجن. عندي هنايا شويه ديال الملحه، ندير الدقيق. غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. دقيق، ندير معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه قداش ديال الفاني، معلقه صغيره، وسنيده 5 المعالق، وجوج معالق كبار ديال الزبده دايبه، اي نوع الزبدة عندكم. وبيضة، صافي خلط هادشي. صافي الماء دافي، نبقى نزيدو عليه بشويه بشويه حتى تخلط لينا الخليط. بحال عجينة المسمن، متكونش باسحة متكونش متلوقة. نبقى نزيد غير بالقياس باش منطلقش العجينة. صافي غنكمل التخلاط ورجع معاكم. صافي من بعد ما عجنتها ها كيفاش كتجي، بحال عجينة المسمن، بحال هكايا، بحال شديها هكا رطبة على هاد الشكل. صافي غنغطيها بسلوفان لا لا تخمر لا والو. صافي غنديرو هنا على جنب وندوز ناخد الزبدة. نحتاج للطريق الزبدة 300 غرام ديال الزبدة، 300 غرام ديال الزبدة باش نورط الزبدة ديال الطراق. غندوبها صافي، غندوبها العبار، غنكمل العبار وندوبها ونرجع معاكم. صافي دوب الزبدة، ضيف بلاطو دهنتو بالزيت. دابا غنقسم العجينة على شكل كويرات، المهم غنخرج منها 10 كويرات يكونوا متساويين.
بغا تعبرهم في الميزان تعبرهم. انا غنحاول بلا ميزان غنخرجهم متساويين. صافي بحال هكا قد هاد القياس هكايا صافي. غنبقى حتى نكمل كلشي العجين كامله ونرجع معاكم. صافي من بعد ما ساليت التكوار وطيتهم بالسلوفان خليتهم يرتاحو غير واحد 3 دقائق. صافي دابا غنبدا نورق. كنورقو بالزبدة بوحدة مكنديروش فيها الزيت. غنديرهم على شكل الملوي مربع بحال داك الشكل. نورقها مزيان ندير الزبدة نقلبها هكا ندير الزبدة هكا ندير شوية الزبدة هكا بحال الشكل هكا. غنعاود معكم وحدة أخرى. داغي كتورق ما كتاخدش لينا وقت بزاف. وانا الكرواسة سهلة داغي كتوجد. دير الزبدة صافي نقلبها هكا ندير الزبدة صافي ندير هكا الزبدة بحال هاد الشكل. صافي نبقى على هاد الطريقة حتى نكمل كلشي ونرجع معاكم. من بعد ما ساليت الوراق خديت الطاوة درت فيها ورق طهي اللي ما عندوش يدي هنا بالزيت ودير عليها شويه ديال الطحين باش ما تلصقش ليه. والشكلاط هذا ديال الكرواسون هاد الطويل اللي ما عندوش ياخد داك المربع يقطعو. صافي دابا هذا نبدا نشكل الكرواسون. غندير الزبده نقلصها بشكل هكا ما نورقوهاش بزاف شويه هكايا. هكا غنجيب الموس غنقسمها على جوج بحال هاد الشكل هكا نقسمها على جوج. غناخد الشكلاط وندير هكا غنطوي مثلا نزيد الشكلاط هكا المهم بهاد الطريقة هكا.
كتجي بحال هكا. ناخد الشكلاط نطوي بحال هكا، ندير جوج طويات، نزيد عاوتاني الشكلاط، نعاود معاكم وحدة أخرى. صافي غندهن بالزبدة نبرص، كنكرصو لي تجينا على شكل مربع. غادي نقسمها على جوج، ناخد الشكلاط ندير الطوية الأولى، صافي عاوتاني نزيد الشكلاط بحال هاد الطريقة، صافي عاوتاني ندير الشكلاط، زيد الشكلاط عاوتاني، غنبقى غادا في هاد الطريقة هادي حتى نسالي كلشي بحال هاكا، نسالي ونرجع معاكم البنات. من بعد ما ساليت الكرواسة ها هي كملتها، دابا غنخليها تخمر عاد ندهنها بالبيض. أما إلا دهنتها دابا فاش كتخمر تيبقاو دوك الجناب بويض حتى تخمر، دابا ما تاخدش معايا الوقت بزاف حيت الجو سخون باغي غير تخمر. المهم البنات منها تخمر ونرجع معاكم. صافي البنات من بعد ما خمرات ليا، المهم خدات ليا شي 40 دقيقة، المهم على حساب الجو كيفاش تيكون. صافي درت هنايا بيضة وشوية ديال الخل وقهوة سريعة الذوبان خلطتهم، صافي وغادا ندهن دابا. ندهن درت الفران كيسخن، بالنسبة للفران ديال الضو على 200 شعلت عليه غير من تحت يسخن، وبالنسبه للفران الغاز حتى يسخن تنقصو البوطه تكون مهيله تخليوها طيب على خاطرها. صافي ما كتاخذش الوقت بزاف طيب. صافي دابا غادي ندهنها من جانب من جميع الجهات، صافي وندخلها طيب ورجع معاكم. صافي البنات من بعد ما طابت الكرواسه ديالنا درتها في طبق التقديم، صافي ها هي كيفاش كتجي، كتجي زوينه صدقوني يا البنات غير جربوها هانتوما كيفاش كتجي. ها شتي كتجي مورقه من الداخل، كتجي واعره، جربوها تصدق معكم، الطريقة سهلة والمقادير ساهلين. إلى عجبكم البنات لا فيديو بارطاجيو مع العائلة والحباب وصحاباتكم، وديروا لي لايك واشتراك وفعلوا الجرس، وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.